دابا كنقاط على مخطط المغرب الاخضر، وهذا كل يعني سيت اون اتاك سيبلي ديال رئيس الحكومه. نقول لك لا كنت ما كاش مخطط. شوف هادو في السواق الحمد لله اليوم راه 3 سنين ما كاينش الشتاء ما كاينش الماء، شوفوا هاد الديسير اللي كاين اليوم وشوفوا الفاكهه اللي كاينه في السوق. بلاتي يا بلاتي يا بلاتي وإلا ما كاينش الدلاح في السوق سولوا شكون. قلت لك إلا ما كاينش الدلاح في السوق سولوا شكون. وإلا ما كاينش الهندي، إلا كاينه الهنديه ناقصه، عرفتوا بأن الهنديه ديال بلادنا كلها مريضه وخصها يلاه غاصوا 15 ولا 20 ألف هكتار، وهما غاديين من دابا 4 سنين 5 سنين غادي توجد. ف سمحوا لي لأنه أنا زعما كونوا موضوعيين، 3 سنين ديال لا سيسخيس وما كاينش الماء لا في البيريمتر ريغي ولا حتى بلاصه، وتكون عندكم هذه الامكانيات ديال الفلاحه، مره اخرى كنقول لكم شكوا الفلاحه وحمد الله. اما لي كريتيك ديال سميتو، حنا انا سمحوا لي انا لا دانيير فوا الخطا اللي فات، انا الهدف ديالي والكلمه ديالي الوحيده ان الهم ديالنا هو المواطن والمواطنين. ولقت ما طلعتو قلتو انا طماونج مزيان، لان خص المواطن يعرف بان الهم ديالو انا الاولويات ديال الاولويات ديالي هو المواطن والمواطنين. ما عندي حتى حاجه، ما عندي حتى حاجه ضد البرلمان، ما عندي حتى حاجه ضد البرلمانيين، اشتغلت معكم 20 سنه في 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 الاحترام، واللي كيحترمني كنحترمو وكنشتغلوا بجديه ومعقول. دونك زعما سيت ان نون ايفينمون، لانه يمكن ما تفهمتوش، اللي خصو يتفهم هو ان الاولويه ديال الحكومه هو المواطنين والمواطنات، ومن بعد يعني لو غيست بو فونيغ. فلهذا احنا جينا في اخر المسار ديال واحد البرنامج اللي هو كان كبير. فيعني اولا كنشكركم.